بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد أعزائي مشاهدي قناة المرقاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجعل الله أيامنا وأيامكم عامرة بالمسرات إنه ولي ذلك والقادر عليه أعزائي المشاهدين ما زال متسل او ما زال برنامجنا هذا برنامج من المحراب يتكلم عن سيره الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الذي انار به الله سبحانه وتعالى شرق الارض وغربها بدعوه محمد صلى الله عليه وسلم وفتح ديار الشرق والغرب ولله الحمد لمنه فجزاك الله يا امير المؤمنين خير الجزاء. اعزائي المشاهدين اليوم هناك موقف من المواقف جاءت حفصه بنت عمر. حفصه هي بنت عمر رضي الله عنه وارضاه وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهد ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن، ولما مات عمر انقطع هذا التعهد العظيم الذي كان رضي الله عنه وارضاه لا ينساهن من الفيء ومن الصدقات ومن البر، وكان يرسل لهن ما تيسر من الطعام والمال. جاءت حفصه بنت عمر رضي الله عنها وارضاها ورضي الله عن ابيها. فقالت يا ابي أو يا أبتي أو يا أمير المؤمنين إني سمعت أن هناك مالا قد أتاك من ألفي وخدما ونحو من ذلك فأريد شيئا من ذلك أو لمحت أنها تريد شيئا من ذلك فقال لها يا حفصة ما لك إلا من مالي أما هذا فمال المسلمين يعني شخصية صارمة قوية في الحق لهذا الشيطان يفر من فج فيه عمر رضي الله عنه وارضاه ولا يستطيع ان يجامل في دين الله خاصه الاموال التي هي حقوق للمسلمين لا يجامل فيها امير المؤمنين عمر يعني حفصه ابنتك يا عمر وزوجه حبيبك وصاحبك محمد صلى الله عليه وسلم اعطيها من هذه الاموال قال لا انت ابنتي لك من مالي اما هذه فاموال المسلمين فقامت حفصة رضي الله عنها تجر اذيالها يعني قامت تجر ملابسها عليها ومشت قد اعطاها والدها كلمة حاسمة لا هوادة فيها ولا رجعة فيها رضي الله عنه وارضاه يريد ان يربي ابناءه يربي ذريته على ان هذه الاموال ليست لنا هي اموال المسلمين هذا بيت المسلمين للفقراء والمساكين والمحتاجين والمعوزين اما انتم فمن مالي وعلمت حفصه ان لا مال لابيها فقامت رضي الله عنها وارضاها هذا هو الادب وهذا هو حفظ المال وهذه هي التربيه الحقيقيه على حفظ مدخرات الوطن ومدخرات البلد ان ابنائي انا ذلك المسؤول او ذلك صاحب الجاه او انا الوزير او انا المسؤول اني لا اعطي لا اقاربي ولا اعطي ماذا ولا اعطي ابنائي من اموال المسلمين انما ارسلها لمن هو احق بها من هؤلاء الناس ولا أعطيها أقاربي كي أتزلف لهم لا منصب ولا مال ولا جه إلا بحقه ومثله مثل باقي المسلمين هذا هو منهج الحياة الذي اختطه عمر رضي الله عنه وأرضاه لأبنائه واختطه للرعية كاملة في يوم من الأيام كان عمر رضي الله عنه يمشي ومعه عبد الله بن عمر وجمع من الناس فوجد طفلة حسيرة كسيرة ضعيفة هزيلة فقال يا حوبها من يعرف هذه منكم؟ يعني كيف في في مملكة عمر في المدينة يوجد طفلة هكذا لحم او عفو جلد وعظم وهو القائل والله لو ان بغلة عثرت في العراق لسالني الله عنها وفي المدينة طفلة هكذا فقال عبد الله بن عمر هي ابنتك يا أمير المؤمنين ماذا ابنتي ابنة عبد الله بن عمر فقال له إنما هو مال الله ومال الناس يعني يا عبد الله بن عمر وإن كنت قصرت معها فهو مال الله هل لا ذهبت وطلبت لها ما يقيم تؤدتها يقيم لها عظمها آه يخرج لحمها أطلب لها مثل أبناء المسلمين الآخرين لا تأتيني تقول أعطني لا أطلب لها كما يطلب, كما يطلب المسلمون لأبنائهم ثم حزن عمر رضي الله عنه وأرضاه كيف يا إخواني يوجد أرملة ويوجد طفلة ويوجد يا أيتام في المدينة وعمر لا يعلم عنهم لله درك يا عمر وستأتي وقائع أعزائي المشاهدين لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كيف عالج الفقر وكيف عالج المحتاجين والايتام والمحتاجين والمعوزين رضي الله عنه وارضاه، حقيقه هذا الرجل الحاكم الذي ابرا ذمته امام الله سبحانه وتعالى فما والله ما بدلت يا عمر ولحقت بصاحبيك ابي بكر ومحمد صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنك وارضاه وجزاك الله خيرا عن هذه الامه وعن هؤلاء النشء الذين تربوا على سيرتك وتربوا على اخبارك كما تربوا على سيرتي واخبار صاحبيك رضي الله عن ابي بكر وصلى الله على نبينا محمد، اسال الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يجعل اعمالنا واعمالكم خالصه لوجهه الكريم وان يرزقنا واياكم النيه الصالحه والذريه الصالحه انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.